نعم، منذ قليل وردنا خبر بانهيار مبنى من 4 طوابق في حرستا في ريف مدينة دمشق. يبدو الانهيار جراء الهزات الارتدادية التي لا نزال نشعر بها هنا في سوريا. طبعا أعداد الضحايا في تزايد، أيضا الإصابات في تزايد. يعني كما نعلم لا يزال هناك مناطق لم يتمكن أحد من الوصول إليها، خاصة ريف حلب في عفرين وجنديرس. هذه المناطق لا تزال تعاني، تصارع الموت، تسابق مع الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السوريين العالقين تحت الأنقاض في تلك المناطق. هناك مصادر مؤكدة بأن هناك أبنية كلها مدمرة بشكل كامل. هناك أصوات تسمع من قبل الأهالي تحت الأنقاض يستغيثون ولكن دون جدوى. هناك فرق إنقاذ توقفت لعدم توفر الإمكانيات، لعدم وصول الدعم إلى تلك المناطق إلى الآن. يعني الأعداد بالفعل تبدو مخيفة جدا. الإحصائيات التي يتحدث أو الأعداد التي يتحدث عنها المصادر المدنية هناك، يعني المصادر الغير الرسمية، تبدو مخيفة ومرعبة جدا، خاصة بأن لا المنظمات الإنسانية والدولية ولا منظمة الصحة تمكنوا من الوصول أو التواصل أو الاتصال معهم إلى الآن. طبعا الآن هناك قافلة من قبل الإدارة الذاتية محملة بالمواد الإغاثية وأيضا المحروقات تقف عند معبر أم جلود في منبج للتوجه إلى المناطق المنكوبة. إلى الآن لم تحصل على الموافقة للدخول، خاصة الفصائل المسلحة إلى الآن تمنع دخول أي من المساعدات، سواء من قبل أهالي هذه المناطق الذين قاموا بالتبرعات وجمع المواد والبطانيات والمواد الضرورية، والذين يحاولون بأبسط الظروف مساعدة السوريين في هذه المناطق بعيدا عن الخلافات السياسية. طبعا من جهة أخرى إلى الآن لم تصل أي مساعدات ولم تدخل أي مساعدات عبر معبر باب الهواء أو ضمن أو عبر أي من المعابر التابعة أو بين الحدود السورية التركية، خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة التركية هنا ضمن الأراضي السورية مثل أعزاز، إدلب، عفرين، جنديرس. يعني كما نعلم هذه المناطق هي مناطق خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة والجيش التركي منذ سنوات. إلى الآن تلك المناطق تعاني ظروفا صعبة وظروفا مأساوية. فرق الإنقاذ بالفعل أنهكت في عمليات البحث والإجلاء. هناك مصادر تتحدث بأن هناك بعض الأهالي قاموا بإنشاء ووضع بعض الخيم في ريف إدلب التجأ إليها بعض الأهالي. طبعا أيضا الأهالي الذين نجوا من الزلزال التجأوا إلى المساجد والتجأوا إلى المدارس والمناطق الأكثر أمانا، ولكنهم أيضا يعانون من ظروف صعبة، خاصة عدم توفر الكهرباء وعدم توفر المواد الغذائية وعدم توفر وسائل التدفئة. أيضا هناك مشكلة كبيرة تعاني منها تلك المناطق هي تعرض الممتلكات التابعة للمدنيين الذين نجوا من الزلزال إلى السرقة من قبل الفصائل المسلحة. طبعا هناك مصادر مؤكدة أيضا أكدت بأن بعض المساعدات التي وصلت من قبل الجمعيات المحلية إلى جنديرس وأيضا حلب تعرضت إلى السرقة ولم يتم توزيعها إلى المتضررين والمنكوبين جراء هذا الزلزال. الهلال الأحمر السوري أيضا يتسابق مع الزمن في حلب وحماة وطرطوس واللاذقية، يحاول بأقصى سرعة ممكنة إنقاذ أرواح السوريين العالقين تحت الأنقاض. لا نعلم كم عدد الأعداد الذين نعم لا يزالون تحت الأنقاض في المدن السورية، ولا نعلم إن كانوا أحياء أم أموات، ولكن نشهد وتصلنا فيديوهات هناك مقابر جماعية بشكل يومي في جنديرس وغيرها من المناطق. أعداد الضحايا نعم في تزايد، هناك وضع مخيف. طبعا هناك أنباء وردتنا الآن بأن تركيا تناقش أن يكون هناك مجال لفتح المعابر الحدودية مع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، خاصة هناك معبرين يمكننا القول أو الحديث عنها. هنا معبر النصيبين في مدينة القامشلي وأيضا معبر انكسب في اللاذقية، أما المعابر الأخرى هي معابر تابعة للإدارة الذاتية والفصائل المسلحة هنا في مدن الشمال السوري. الجميع يطالب وينادي أن يكون هناك مساعدات نعم ودعم نعم عادل إلى السوريين. إلى الآن لم تصل أي مساعدات إلى بعض المناطق السورية المنكوبة. شكرا جزيلا لك نازل السيد، مراسلة الغد كنت معنا من القامشلي في الشمال السوري.